بعد إطلاقها رسميا لأعمال تمديد وتعزيز النظام المياه الصالحة للشرب بمدينة فاي الأرجو حاضرة ولاية بركو، وضعت وزيرة المياه الحضرية والريفية تهاني محمد حسن حجر الأساس لبناء مقر لمشروع توفير المياه الصالحة للشرب في المناطق شبه الحضرية والوسط الريفي فرع مدينة فيا. هذا وعقب وضعها لحجر الأساس استمعت الوزيرة تهاني ولفد المرافق لها إلى شروحات مفصلة حول هذا المقر من قبل المهندس المشرف على تنفيذه، ويحتوي هذا المشروع على مكاتب وصالة للاجتماعات ومخزن واحد يتم تمويل بنائه من البنك الأفريقي للتنمية باد بقيمة تقدر ب 98 مليون و 500 ألف فرنك سفاء، وينفذ في مدة أقصاها 3 أشهر. هذا وفي نفس السياق تفقدت الوزيرة ولفد المرافق لها سير العمل بمحطة معالجة مياه مدينة فيا التي تشرف عليها الشركة التشادية للمياه STA لمد سكان المدينة بالمياه الصالحة للشرب. شفنا هنا المياه دي في المنطقة دي فوق حديد زيادة بيتم معالجتها هنا من الشركة التشادية. الحديد ده بينزلوا النسبة حقتها للنسبة المعقولة، وبعد ده بيضيفوا له الكلور عشان لو في جراثيم ولا كي مزية للإنسان ده يتم إبادتها. كون أولوية المياه دي ضمن أولويات مشير تشاد، وإن شاء الله بعد إتمام مشروع البايبا سيتم ارتفاع معدل الوصول للمياه في المدينة دي ل 47%. المديرة العامة للشركة التشادية للمياه أكدت في حديثها أن زيارة الوفد الوزاري تشجع العاملين بالمحطة إلى المضي قدما نحو تحقيق الغايات المرجوة. خلينا دايرين قدر السنة الجايين ده 2030 البوبيلاسيون ما يشكو من مشكلة مويه الصالح. هذا كما وقفت الوزيرة أيضا على أعمال تقوية وتمديد نظام المياه الصالحة للشرب بعدد من أحياء مدينة فيا التي بدأ العمل فيها منذ أسبوع واحد، ولاحظت الوزيرة بأن العمل يسير بطريقة جيدة لتوصيل شبكات المياه إلى مختلف أحياء المدينة.